قال فلذلك صار له من القوة، وأنه ليس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأول إلا وهو من فعل العقل الأول. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الأخوة أنه من فعل العقل الأول يعني بلا إذن من الله، لا لا لا، كل شيء إما تصريحا وإما ماذا؟ وإما لبا، إما لفظا وإما لبا بإذن الله. يحيي يميت يخلق يرفع. هسا أنت فقط من باب المثال في الصلاة تقوم بحول الله وقوته، أقوم. هسا هذه أقوم معقول باعتبار تحتاج إلى قوة، أقعد بعد ما تحتاج بحول الله، يقول لا، حركة وسكونا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حول الله وقوته. مو البعض يتصور عندما يحتاج إلى حول الله وقوته إذا أراد أن يصرف قوة، أراد أن يفعل شيئا، أما إذا أراد أن يسكن ها بعد يحتاج أو لا يحتاج؟ لا، هذا النص يقول لا، في حركتك وسكونك، في قيامك وجلوسك، فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى حول الله وقوته. هو في تعليمك وتعلمك، ها؟ هذا من باب المثال. هناك بعبارة أخرى ذاك التدريب له في الصلاة، وإلا قيامك وقعودك ونظرك وسمعك وأذنك وكلامك وتكلمك وإعطائك وأحول وإلى غير ذلك، كله ما لا بحول الله وقوته. هذا الحول الذي هو ظاهر باطن أول آخر، لعب شنو يبقى بعد إليه إذا فرضنا أن هذا الحول الإلهي والقوة الإلهية ظاهرة فيا وباطنة فيا، وهي أولي وهي آخري، فأنا بقالي شيء لو ما بقالي شيء؟ لا يمقال لي ما يبقى لك شيء. وهي الوحدة الشخصية، وحدة الشخصية ماذا تريد أن تقول؟ تقول كل ما في الوجود هو ماذا؟ هو وفعله. أنت لا تتبادر إلى ذهنك أنت شيء ماذا في قباله، لا 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 أبدا. كل ما في الدار صاحب الدار ومظاهر ذلك الوجود وأفعال ذلك الوجود على إله. قال وهو من فعل العقل الأول، وإذا كان هذا كذا قلنا، إذا كان الأمر كذلك قلنا إن الأشياء كلها هي العقل، والعقل هي ماذا؟ هي الأشياء. ببيان بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. إن الأشياء كلها هي العقل، وأن العقل هي ماذا؟ هي الأشياء. وإنما